السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين محمد عرائي في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير واليمن والبركة. والله وحشتوني كتير كتير جدا جدا جدا، بس غصب عني في ظروف كتير، في الأحداث اللي موجودة دلوقتي والمنتشرة معروفة طبعا، والأحداث السياسية الموجودة على السوشيال ميديا مخليه الواحد ما عندوش نفس. طبعا نسأل الله السلامة والعفو والعافية لإخواتنا في لبنان وإخواتنا في غزة، الوطن العربي يعني بجد الله يكون في عونه، شوية في اليمن، شوية في لبنان، شوية في غزة، قبل كده كان في العراق للأسف الشديد، وقبليهم وطبعا بعد العراق كان سوريا. يعني للأسف الشديد احنا بنعاني معاناة، وليبيا والسودان حاجة بقت صعبة اليومين دولت بجد والله، وانت تحس ان الحاجات الدنيا كلها بتلف حوالين منك وانت قاعد في النص كده. فربنا يسأل الناس، الله العفو والعافية، وربنا يسترها علينا جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. زي ما بقول لك احداث منتشره جدا جدا على السوشيال ميديا النهارده، جايين ومعانا فيديو مهم مهم مهم، وكلمه مهم ده نحط تحتها 1000 خط، علشان اخطاء مغتربه في فرنسا اللي مصممه بجد تخطئ اخطاء كارثيه، ومحدش يقول لي المره دي انت طالع بطبع، او حد يقول لي انت منزل عنوان فيك علشان انت تقلع وبتتكلم في عكس حاجه تانية خالص. النهارده جايين لا هنطبل على اهواء حد، ولا هنراضي حد، ولا هنام الحاجه اللي هترضي ربنا، هنطلع وهنتكلم معاكم فيها. في اخطاء لمغتربه في فرنسا، في اخطاء كارثيه من وجهه نظر، اخطاء كارثيه. اللي عايز يكمل معايا الفيديو يكمله، ده من حقه. اللي مش عايز، انا مش هقول كلام على هوا اي حد، مش طالعين هنطبل لحد. انا لما بختلف مع مغتربه في فرنسا بطلع وبقول انا بختلف معاها، طب بطلع بايدها، بطلع وبقول بايدها. ده المتابع المؤيد عاجبه كلامي اهلا وسهلا، المتابع المعارض عاجبه كلامي اهلا وسهلا، ايا كان اللي بيتابعوني انا بحاول ان انا اقول الحاجه اللي ترضي ربنا وبس، تمام؟ فانا زي ما بقول لك كده، اللي مش عاجبه الفيديو ما يتفرجش على الفيديو، لان الفيديو فيه هجوم شرس على مغتربه في فرنسا، وده مش انا اللي عامله، ده مغتربه في فرنسا اللي عملته. طبعا كلنا شفنا مغتربه في فرنسا، طبعا مش ما رضيتش طبعا اطلع فيه، لان انا شفت فيه كيد نسا حصل في الفيديو اللي هو التالت ليها، واللي يعتبر قبل الاخير او قبل الاخير، اللي انا شفته كانت طالعه بتتكلم على جوز دودو طبعا، والكلام كان فيها سخريه، كان فيها تريقه، كان فيها كل الحاجات دي، بس ما رضيتش اعلق، لان طبعا قلت ايه ده كيد نسوان، وانت قلت عليا فانا هطلع وهشمت فيك زي ما انت شمت فيا، انت بتقول واحد اتنين، فحسيت ان نظام كيد نسوان شغال، فما رضيتش الصراحه شهاده لله مش هطلع اتكلم على الفيديو خالص، لاني شفت ما كانش ينفع انه يتعمل اصلا، بس مغتربه فرنسا عملته وطلعت لها مبررات ليها ان دي انا بشفي غليلي او بشفي يعني الغل اللي جواها من الكلام الكتير اللي اتقال عليا. ده طبعا ايه، ده وجهه النظر اللي هتتقال، فسيبها تعمل اللي هي تعمله، فانا ما اختلفتش في النقطه دي، الله يسهل لهم وربنا يهديهم جميعا، اللهم امين. بس الكل اللي بتكلم فيه الفيديوين الاخرانيين سيئين جدا. ليه انا بس بقول له سيئين؟ زي ما بقول لك الفيديو اللي عملته مغتربه في فرنسا فيديو كارثي. طب ليه انت بتقول عليه فيديو كارثي؟ اللي هي بتقول لك انا متجوزه من كام شهر او من شهر كامل حاجه زي كده، واللي مش عاجبه يضرب دماغه في الحيط. انا عايز تقولها لك كده، ما حدش ليه حاجه عندي. طبعا هي انا من وجهه نظري شايفها انها بتثبت كلام المعارضين ليها في الفيديو ده. ازاي بتقول كده؟ تفتكروا الكلام اللي كان بيتقال ان كيمو عايش معاها في البيت؟ طبعا كلنا طلعنا وقلنا لا، ازاي كيمو مش عايش معاه في البيت ومفيش دليل عندكم؟ قالوا لك يا عم دي في ادله كتير، شويه اتقال الشنطه، شويه اتقال صوت المعلقه، شويه اتقال حركه الايد ان زي بيشرب سجاير او في حاجه زي كده، فكل دي ادله بتثبت حاجه زي كده. وانا طلعت وقلت لا، ده مش دليل واضح. طيب قول، انا من نفسي بيني وبين نفسي قلت يمكن يكون حد من بناتها قاعد معاها، حد من بناتها بيصورها في عمل صوت المعلقه، قلت يمكن حد من بناتها واحده فيهم مثلا فيروز بتشرب سجاير ولا حاجه، فقالت لها كده يعني ما تشربيش وما تعبيش اثناء الاكل. يعني بص الواحد بيطلع مبررات لحاجه زي كده علشان تيجي المفاجاه اللي تفجرها مغتربه في فرنسا وتعلن ان كيمو بيتعزم عندها. طبعا حته ان كيمو يتعزم عندها في البيت في وجود ولادها ده يعني امر طبيعي، بنتها جوز بنتها موجود معاها ده امر طبيعي، ومحدش هيتكلم في نقطه زي كده، لكن انه يكون موجود في البيت عندها وعدم وجود حد من ولادها اكبر مليون، مش هقول لك اكبر ايه، ده مليون غلط على غلط، ومحدش يبرر الغلط.
ما حدش يقول عشان انت مثلا فلانه بتحب مخترب فرنسا فتطلع تطلع لها مبرر. لا مش ما ينفعش يطلع عليها مبرر غلط. اه يبقى غلط. احنا كناس عرب شرقيين، ناس عندنا دين، عندنا مبادئ، عندنا عادات وتقاليد، عندنا اخلاق، ما ينفعش حتى لو الست عندها 100 سنه ما تستقبلش راجل في بيتها. مش عايز اقول بقى الحديث ما اجتمع رجل وامراه الا كان ثالثهما الشيطان. مش عايز اقول يعني، بص هيجي وقته هيتقال، بس انا مش عايز اقوله دلوقتي، بس هو غلط. حته ان مدام هناء تطلع مبررات للغلط او للخطأ ده غير مقبول بالمره. كيمو ايا كان، يعني عايز اقول لك ايا كان سنه، ايا كان سنه هو مازال اجنبي عنك، مازال اجنبي عنك. حتى بقى ده خطيبي مش خطيبي، مفيش كاتب كتاب، مفيش دخلة، مفيش حاجات دي كلها، فهو مازال أجنبي عنك. ما ينفعش إن هو يخش ويقعد عندك وفي بيتك في عدم وجود محرم. طب يا ترى هي مغتربة في فرنسا من كتر الكلام اللي بيتقال عليها شالت برقع الحياة؟ ما هو كتر الكلام نحس في الجسم خلاص، انا بيتقال عليا كلام كتير فانا نحس فهشيل برقع الحياة. انا بعمل وبسوي، وشفنا الكلام الكتير اللي اتقال قبل كده، في كلام في فيديوهات طلع وما كنتش بطلع اتكلم فيه لاني بقول كلام ستات، ما ينفعش ان حتى اتكلم فيه عشان عيب ان انا كراجل اتكلم مع سيدات بالطريقه اللي حصل. هي ست مع ستات ده امر طبيعي، لكن راجل يكرر كلام ستات وكلام ما ينفعش ان هو يتقال ده اكبر غلط. في الفترة الأخيرة مغتربة في فرنسا بتثير الجدل بطريقة غريبة، محدش يقدر ينكر حاجة زي كده. وعزومة كيمو عندها في بيتها هما الاتنين لوحدهم، مغتربة في فرنسا زعلانة إن المتابعين يعني علقوا عندها بشدة، وبتقول لك أزيد من 90%، يعني 90% شايفين إن أنت غلط، شايفين إنه ما ينفعش. حتى لو قلت أنا ما بعملش حاجة يا ستي، أنت ست كويسة، انت ست محترمه، انت ست بنت اصول، بس اولا تعليقات مش فيك اللي جات لك، عشان بس ايه نبقى حصرها مع بعض، عشان ما تقوليش ده تعليقات فيك، لا تعليقات مش فيك. تعليقات من كل الناس اللي بيحبوكي، كل الناس اللي بيحبوكي. اولا ناس شايفينك ان انت غلط، فانت بالفعل كده في غلط. ما هو مش معقول كل الناس تجتمع ان مغتربه في فرنسا غلط وهي الوحده اللي مش شايفه ان ده غلط، ده مش صح. انت شايفه ان التعليقات كتيره كلها فيك؟ لا تعليقات مش فيك، الناس كلها داخله وبتنصحك وبيفهموكي ان ما ينفعش راجل غريب يكون موجود معاكي في بيتك. في نقطه مهمه جدا جدا وهي يعتبر المحور بتاع الفيديو كله، خلي بالكم النقطه دي. يا ترى اعلان مغتربه في فرنسا انها تعلن عن وجود كيمو معاها في البيت، وركزوا معايا في الكلمتين اللي انا هقوله لكم، لان الكلمتين اللي انا بقولهم المره دي كلمتين مهمين. مغتربه في فرنسا اعلنت ان كيمو بيجي لها البيت في وقت البريك بتاعه، بياخد شاي وبياكل يتغدى ايا كان وبيتوكل على الله وبيمشي. طيب مغتربه في فرنسا لما اعلنت حاجه زي كده اعلنتها ليه في الوقت الحاضر؟ ولا خلي بالكم كلمه ولا دي، هي خايفه ان العصفوره تلقط صور لكيمو موجود عندها في البيت وتبتدي قنوات المعارضة تنشر حاجة زي كده، وطبعا يطلعوا ان هم قاعدين مع بعضهم جوه البيت. عايز اقول لك ان صورة مغتربة في فرنسا وسط متابعينها وسط الناس كلها هتبقى وحشة جدا جدا، فعشان كده هي اعلنت احتمال كبير. زي ما بقول لك هي هتتعرض لكلام مش كويس كتير لو حصل ان اي حد صوره وهو موجود عندها، فهتتعرض لتهم شديده جدا 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 وحدث ولا حرج بالكلام اللي هيتقال عليها، وهيكون بالدليل. يعني القنوات اللي هتبقى طالعه هتبقى طالعه لك بالدليل، احنا شفنا وصورنا وجبنا وعملنا. اه ده فعشان كده هي اعلنت قبل ما اي حد تاني يطلع ويقول لك، لان حاسه ان هي متراقبه، حاسه ان في حد بيراقبها، فانا اطلع واعلن احسن ما حد يشوفه، لان من واضح ان هو بيجي هيجي لي مره واثنين وثلاثه وعشره لحد ما موضوع الجواز بتاعهم يتم. فقلت لك اطلع واسبق قبل ما الفضيحه تظهر، ما هو ده امر طبيعي هيتبقى فضيحه لما مغتربه في فرنسا هتطلع بالطريقه دي، ان يطلع حد مصورها وهي لسه ما اعلنتش موضوع جوازها وكده، هتبقى كارثه، وهتبقى بتثبت للقنوات
او بتثبت للمتابعين ان القنوات اللي بتعرضها كانت بتتكلم عنها كلام صح، عشان كده هي انا من وجهة نظري شايف انها طلعت وسبقت. طيب كتير من المتابعين هيطلعوا يبرروا لها الكلام ويقولوا طب ايه المشكلة، طب ما الناس بره كلهم عايشين كده عادي، يعني ايه المشكلة لما يجوا يتغدى عندها او يجي يشرب شاي عندها ويتوكل على الله ويمشي، ما هو بره عايشين كده. انت صح، اللي بيقول الكلام ده هو صح، هم بره في اوروبا عايشين كده، ياكلوا ويشربوا ويناموا مع بعض ويعملوا كل حاجة عادي، حتى لو مش متجوزين ده عادي، لكن عند المسلمين مش عادي، عند الشرقيين والعرب مش عادي. الدين والشرع، الدين الإسلامي والشرع والعقيدة الإسلامية بتقول إن ده ما ينفعش، وبتقول إن ده غلط، بتقول إن ده حرام. عاداتنا وتقاليدنا وتربيتنا ما بتقول حاجة زي كده، بتقول لك أي حاجة بتسيء لسمعتك ولشرفك تبعد عنها. زي ما بقول لك هي من كتر الكلام اللي اتقال عليها خلاص أنا حر أعمل اللي أنا عايزاه وأشوف اللي أنا عايزاه، ده مش صح، هتسيئي ليكي ولأهلك وده أكبر غلط. الصح صح والغلط غلط، محدش يطلع ويبرر، محدش يطلع ويقول لك لا أنت بتهاجمها عشان أنت عايز تهاجمها عشان المشاهدات، مفيش مشاهدات، إحنا بنتكلم لوجه الله، أنا بقول لك كده اللي مش عاجبه الكلام بتاعي يتوكل على الله. أنا طالع بتكلم اللي يرضي ربنا، والحاجة اللي أنا شايفها صح بطلع أقول صح، الحاجة اللي شايفها غلط بنطلع ونقول عليها غلط، لكن نطبل في الغلط لا ده انا ما بحبوش، حتى لو في معارضين شايفين ان انا بطبل لها في بعض الحاجات هم حرين كل واحد وليه رايه، لكن انا بقول رايي وانا مقتنع بيه. دي ست بمليون راجل، ايه المشكله على عيننا وراسنا؟ ما عنديش ادنى مشكله انها تكون ست بمليون راجل وكل المتابعين يثقوا فيها، ايه المشكله؟ لكن في حاجات ما ينفعش انها تعملها. دي ست معديه ال 40 سنه، في 50 سنه يا سيدي 100 سنه، ما ينفعش ان راجل يجي يقعد عندها، ما ينفعش ان هما الاثنين يقعدوا مع بعض. اجتنبوا الشبهات، اجتنبوا الشبهات، حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. يطلعوا يقولوا لا احنا واثقين فيكي، دي ست بمليون راجل، دي ست مش عارف ايه، يا سيدي على عيننا وراسنا ايه المشكلة، لكن ما ينفعش تغلط الغلطة ونطلع لها مبرر ليها. يبقى انا اتعرف على اي واحده اقول لها تعالي خديني عندك البيت ومش مشكله، احنا انا واثق فيكي او اهلك واثقين فيكي، ايه المشكله انت خايفه ايه، انا مش هعمل لك حاجه، احنا واثقين فينا احنا الاثنين، فايه المشكله؟ لا ده مش صح. حته ان انت تقولي لا طب انا لو ما كنتش قلت عليه كنت هتعرفه منين؟ حقيقي احنا انت لو ما كنتش قلت احنا ما كناش هنعرف، لكن علام الغيوب واللي عالم بينا جميعا هو هيعرف وهو عارف بكل اللي بيحصل، بس هو حتة تصويرك يعني انت بتبيني للناس، اظهري الجانب الايجابي ما تظهريش الجانب السلبي. ليه من اصلا هو غلط، ليه نظهره اصلا وليه نعمله؟ مش عشان انت صورتيه فده يبقى حلال، لا ده مش يبقاش حلال. الناس شايفين اللي انا عملته جريمة في حق ديني واولادي ووطني وعيلتي وحدث ولا حرج في كل اللي حواليا، طبعا طبعا جريمة. هنقول عليها ليه مش جريمة؟ لا جريمة وغلط وما كانش ينفع انه يحصل. اذا اجتمع رجل وامرأة فكان ثالثهما الشيطان. طب احنا ما عملناش حاجة، طب احنا واثقين يا ست في اخلاقك وفي ادبك وانت ما عملتيش حاجة، بس ما كانش ينفع. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن حاجة زي كده بخلاص. دينك بيقولك اجتنبوا الشبهات، حلو حلو، الاخلاق والتربيه بتاعتنا بتعرفنا ان حاجه زي كده غلط، حتى لو انت عايشه في فرنسا انت في الاول وفي الاخر مصريه مسلمه، اتربيتي على العادات والتقاليد المصريين، حتى لو عشتي مليون سنه في فرنسا مصريه مسلمه، يعني شفتي العادات والتقاليد المصريين وعارفاها، وكل حاجه بتقول ان اللي حصل ده كان غلط، ما ينفعش اقولها هكررها مره واثنين وثلاثه واللي مش عاجبه يضرب دماغه في الحيط، ده مش صح.
اكبر غلط ان الانسان يكون عارف ان هو مخطئ والكل يعرفه ان هو مخطئ وهو مش مقتنع ان هو اخطأ. دي كارثة، كارثة بكل المقاييس. الناس شايفينه ان اللي اتعمل ده غلط، بس انا مش شايف ان ده غلط. طب ازاي؟ ما هو 90% بيقولوا لي ان انت عملته غلط، يبقى لازم اقتنع ان في حاجة غلط. ما ينفعش اطلع واقاوح، ما ينفعش اطلع واتكلم. مغتربة في فرنسا، لا فيديو سيء، فيديو كارثي بمعنى كلمة كارثي، واحنا مش هنطلع نطبل على يعني يعتبر على حاجة هي حلال وحرام، هنطبل فيها نقول ايه تاني؟ دي مش صح خالص، ومش محتاج ان القنوات تطلع وتطبل، القنوات تطلع تتكلم بما يرضي الله، اللي فيه خطأ يقولوا خطأ، في عامل حاجة كويسة نطلع ونشيب بيها، ست هتتجوز نطلع ونبارك لها، ايه المشكلة؟ لكن خطأ واضح وصريح لا نطلع ونتكلم فيه. وهنا برضو لو افترضنا زي الكلمة دي احنا قلناها، يعني قلنا لو ما حصلش حتى ما بينكم حاجة ما ينفعش ان هو يكون موجود معاك في البيت، ولو عايزين تجتمعوا يعني خلينا صرحة مع بعضينا، لو عايزين تجتمعوا مع بعض هتنزلوا اماكن عامة، اي مكان عام، عايزين تاكلوا اعملوا اكل وانزلوا، لا هقول لك روحي بيته ولا هقول لك هو يجي لك بيتك، روحوا اي مكان عام واقعدوا فيه وكلوا واشربوا واعملوا اللي انتوا عايزين، اللي انتوا عايزينه اعملوه كنتوا قاعدين مع بعض، اضحكوا وهزروا واتكلموا. انا لما قلت عيش حياتك يبقى تعيش حياتك صح، مش تعيش حياتك ان الناس تطلع وتتكلم عليك، انك تثير الجدل وان الناس تطلع وتتكلم عليك اصعب الكلمات اللي ما ينفعش انها تتقال. احنا محدش انكر ان انت ست محترمه، محدش انكر في حاجه زي كده، لكن الكلام نفسه كان غلط. حته بقى مفيش محرم، معيش اخ، معيش اخت، ما ولادي مش فاضيين لي، معيش اب، معيش ام، الحاجات دي كلها الناس دي كلها وارد ان كل ده ينشغل عنك، لكن عندي الحل. عايز اطلع واتكلم مع خطيبي، تعالى نطلع ونتمشى بره. عايز اكل انا وخطيبي، تعالى ناكل بره. زي كده مثلا انا عايز اكل انا وخطيبتي، اروح اقول لها تعالي ننزل مطعم ناكل فيه، نتكلم دردش شويه مع بعض، نتكلم مع بعض تفهميني وافهمك، انا اقعد اتكلم معاها. لكن انا قعدت في البيت، ما امر طبيعي ما دام قعدت انا وهي في البيت احنا عارفين ايه اللي هيحصل. كل الستات اللي قاعده بتسمعني ولو فيهم رجاله هم عارفين ان اي راجل وست بيقعد مع بعض اكبر غلط. تحط البنزين جنب الجاز هيولع على طول. ده هو نفسه لو طلب منك انك انت ان هو يجيلك عشان اي حاجه، لا يا حبيبي لو كده هنتقابل مثلا عند البحيره، نتقابل في جنينه، نتقابل في حديقه، نقعد ونتكلم وناكل ونشرب ونعمل وخلاص، وما قالوش تعالى. ازاي تجيلي انا قاعده لوحدي؟ ما ينفعش انها تكون عندي، ده اكبر غلط. احنا مسلمين، احنا بنخاف من ربنا، ما ينفعش نقعد انا وانت مع بعض. شيطان تالت يا عم، شيطان صايع، الشيطان هيبهدلنا لو قعدنا مع بعض. في حاجات صح وفي حاجات غلط، في حاجات ما يصحش انها تتعمل وما ينفعش انها تتعمل. كلكم وتوجيه الرسائل المباشرة والصريحة لطليقها ده كوم تاني خالص. احنا قلنا الراجل كبر دماغه وربنا هداه وبعد عنك، يبقى تبعد انت كمان، ما نجحش نجدد في سيرته تاني، ليه نحطه تاني كمحتوى ونطلع ونتكلم عليه تاني؟ ده اصل هو ما برقنيش، اصل هو ما عملنيش، اصل هو ما سواش، ده مش صح. تقال على لسانه ان شافني مع راجل وهو ده كان سبب طلاقي، لا مش هو ده سبب طلاقي، كلنا عارفين ان مش ده سبب طلاقي، والراجل نفسه ما قالش الكلام ده، بس كانت في قنوات معارضه طلعت قالت الكلام ده فكلامهم غلط، وان كان في قنوات مؤيده طلعت رددت نفس الكلام فالكلام برضو غلط. الراجل ما قالش الكلام ده خالص، ولا اتقال ان طلبت منه حاجه غلط، ولا طلبت منه حاجه حرام، ولا ان هو الراجل قال طلع وقال لك ان كان مسكك مع حد بتحضنيه ولا بتبوسيه ولا حتى نايمه معاه. الراجل ما قالش الكلام ده، الكلام اللي يرضي ربنا. ما حصلش نصيب ما بينكم، كل واحد راح لحاله، هو اتكلم كلمتين انت اتكلمت كلمتين خلص، هو اخطا انت اخطات وخلصت الليله. لكن الكلام اللي بيتقال نفسه كلام مش صح، لا من مؤيدين ولا من معارضين، كله عمال بيكذب عشان خاطر المشاهدات. والهدف من الحوار ده كله خلي بالكم هو اشعال الفتنه.
لما اطلع اتبلى على واحد ما قالش كلام، يبقى انا الهدف منه اشعال الفتنه، عايز اشعل الفتنه، عايز الدنيا تولع عشان انا قاعد اتفرج عليه، ده مش صح. طبعا انا مش عايز اكمل اكتر من كده، لان الفيديو بجد في اخر فيديو ابتدى فيه كلام كتير ما كانش عاجبني، وكلام بجد يعني كان غلط، ما كانش ينفع انه يتقال، وما كنتش حتى حابب ان انا اتكلم مع متابعيني في حاجه زي كده. يعني انا ما بضحكش عليكم، كان في كلام يزعل، كان في كلام يزعل، كان في كلام يضايق، كان في كلام يضايق، خدت الموضوع على اعصابي، خدت الموضوع على اعصابي، لان كان في خطأ ما كانش ينفع يطلع من مغتربه في فرنسا. وللاسف الشديد زي ما بقول لك، اخد 3 فيديوهات كده ما كانوش عاجبني، غير باستثناء الفيديو اللي طلعت اللي مبرر، وقلت يمكن هي هيتقال بقى ستات مع ستات وبيشمطوا ببعضيهم وبيعملوا بيسووا، هم حرين. بس انت ما سمعتش الكلام اللي بيتقال؟ لا سمعته وشفته وعرفت كل الحاجات دي كلها، فطلعت مبرر ان انا مش هطلع اتكلم على الفيديو ده خالص وكبر دماغي منه. لكن اخر فيديو ده ما كانش صح، ما بقاش انا الاخطاء موجوده واطلع اطلع لها دليل، ويعني مش دليل، اطلع اطلع لها مبرر ان دي مش اخطاء. لا اخطاء ما حدش ينكرها. جيت في نهايه الفيديو، طبعا اللي عايز يدي لايك يدي، واللي مش عايز يحط لايك هو حر. بس قبل ما تمشوا ادعوا لاخواتنا في لبنان، وادعوا لاخواتنا في غزه، وادعوا لاخواتنا في اليمن وفي العراق، وادعوا لاخواتنا في مصر، ادعوا لاخواتكم في كل حته في الوطن العربي. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.